أعلنت المملكة المتحدة تنكيس الأعلام في قصر باكنغهام بالعاصمة لندن حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ويتبع وفاة الملكة دخول بريطانيا ودول الكومنولث التابعة لها فترة حداد لمدة 10 أيام. ومن المقرر أن يتم نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية من اسكتلندا إلى لندن غداً الجمعة. هذا وقد احتشد عشرات البريطانيين والسائحين أمام قصر باكنغهام في لندن تحت المطر فور إعلان خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية. Can you get Jess?